بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعة، دلوقتي انا هشرح لكم تالت حاجة وهي الفريم. تمام. مبدئيا اول حاجة زي ما اتفقنا، انت هتيجي هنا فايل نيو موديل، وهتبدأ موديل جديد بلانك، وفي الويندو دي مبدئيا هتختار انا هشتغل في انهي فيو. تعال نبص على الفريم من خلاله نحدد انا انهي فيو. لو جيت هنا طبعا الفريم، انا قلت لك قبل كده ان ده اتجاه الاكس ودوت اتجاه الايه، اتجاه الزد. فلما تيجي ترسم الفريم ده، ايوه انا عندي جريدز في الاكس اللي هو عند 0 و6 و9 وكام و15. ليه؟ لان انا اولي مبدئيا انا لما هاجي اتعود كده، لما تيجي تحط جريدز الكوردينتس بتاع الجريدز هنحطها على انها، ان انا قلت لك قبل كده ان عندك طريقتين، يا اما اوردنس يا اما سبيسنج. اسهل لك وحاجه نوحدها ان احنا نحطها اوردنس. فبقى عندي عند الزيرو جريد، والجريد دي عند 6 متر، الجريد اللي بعدها عند 9 متر، والجريد الاخيره اللي هو ايه 9 زائد 6 اللي هو عند 15. فكرة الأوردنتس تاني زي ما قلت، إن أنا باخد أول جريد عند الزيرو، تاني جريد باخدها من هنا لهنا، بعد كده باخد الجريد اللي بعديها مسافة بتعمل زي كوميوليتيف من هنا لهنا، وآخر مسافة هو من هنا لهنا. فيبقى عندي 0 6 9 15. تعال ده في بالنسبة لي للإكس أكس. بالنسبة للزد، عندي جريد عند الزيرو، الجريد اللي بعديها بعديها ب3 متر، فدي جريد عند 3 متر، واللي بعديها جريد عند 6 متر. تمام. بنعمل نفس الطريقة هنا 0، وهنا بعديها ب3 متر، ودي بعديها ب6 متر، ونشتغل كده. ايه كده، انا وحدت طريقة شغل اللي هي اوردنتس. تعالى كده على الساب، هات ال view x z، right click، edit grid data، modify and show system، خلي لي دي اوردنتس، تأكد ان هي مظبوطة على اوردنتس. بعد كده قول لي عندي جريد في، قلت عندي جريد في الزيرو، وجريد بعديها عند، ثانية اتأكد، الجريد اللي بعديها عند 6 متر، الجريد اللي بعديها عند 9 متر، الجريد اللي بعديها عند 15 متر. ده في الاكس. هل عندي جريدز في الواي؟ لا، انا ما عنديش حاجة اندبس، فالواي بزيرو. بالنسبة للزد، عندي جريد عند 0، وجريد عند 3، وجريد عند 6. ده بالنسبة للزد، وده نفس اللي احنا قلنا هنا. تمام. حطيت الكلام ده كله، عرفت الجريدز، هدوس اوكي. اوكي، بعد كده ادوس لي هنا على اكس زد فيو عشان يظبط لي الفيو. كده عرفنا الجريدز اللي عندي. بعد كده زي ما قلت لك قبل كده، ديفاين وديفاين ماتيريالز. تمام. اد نيو ماتيريال. تمام. ودي هتسميها مثلا ايه، كونكريت، واليونت ويت، ودي تخليها كونكريت، واليونت ويت مثلا هدولك ب25. تمام. وكل الارقام دي لو مديك جيفن ليها حاجه تغيرها، مش مديك خلاص، هدوس اوكي. اوكي. بعد كده ديفاين سيكشن بروبرتس فريم سيكشن. فريم سيكشن. بصوا يا جماعه، ركزوا بقى معايا نقطه مهمه جدا. هنا بيقول لي موديل ذا شون فريم اند تشيك ذا ديزاين اوف ذا سيكشنز يوزنج ذا يورو كود اسيوم بيم اند كولم سيكشنز ار اي بي اي سيكشنز. تمام. يعني هو عايز اليورو كود هو اللي يعمل له ديزاين، يعني مش انا هعمل ديزاين، عايزك تدي له سكشن عن طريق اليورو كود، والسكشن ان انت تفرضها اي بي اي سكشنز. ازاي تعمل الحركه دي؟ تعال عند ديفاين سكشن بروبرتيز فريم سكشن، وهتدوس لي الاول، انا كنت بدوس اد نيو بروبرتي لان انا كان معايا سكشن ريكتانجلر انا عارفه، لكن هو بيقول لي ان عايزك تحط سكشن يورو اللي موجود عندك، عايزك تحطها لي هنا. هتدوس امبورت نيو بروبرتي. تمام. مبدئيا اتعود كده السكاشن اللي هو اي بي اي والكلام ده، دي سكاشن ستيل، هتختار ستيل واختار اي سكشن. تمام. بعد كده هتيجي تعمل ايه، ادخل لي على بقى مكان البروجرام نفسه، هتدخل على السي. تمام. بروجرام فايلز اكس 86 كمبيوتر اند ستراكشرز ساب 2000. هنا هتلاقي السكاشن. فين اليورو؟ اليورو هو. هتعلم على يورو دوت برو دي،
اداك كده كل السكاشن، دور لي على السكاشن الاي بي اي، هفضل انزل اهي دي السكاشن الاي بي اي بدأت من هنا، اعلم عليهم كده علمت على كل السكاشن الاي بي اي تمام. هدوس ايه، هدوس اوكي تمام، اداني يطلع لك ويندو ما تهمكش في اي حاجة، هدوس اوكي كده انت ايه بقى عندك السكاشن موجودة تمام. دوس لي بعد كده اوكي، كده انا عملت جبت السكاشن من جوه اللي هي سكاشن اليورو جبتها وحطيتها. دلوقتي انا هاجي هرسم الفريم اللي موجود عندك تمام. هو الفريم اللي عندك ده موجود شكله ايه؟ حاجة بالمنظر اللي انت شايفه ده تمام. وهنا تمام. هنرسم الكلام ده، هنرسم الكلام ده ازاي؟ بكل سهولة انا هاجي مثلا هنا كويك درو فريم تمام. تمام هنا لو تلاحظ هو بيقول لي اختار سيكشن من دول. الفكرة ان انا مش عايزك تختار لي سيكشن من دول، انا عايز ان انا البروجرام هو اللي يعمل ديزاين ويختار لي سيكشن من دول. طب ايه العمل؟ بص بقى تيجي تقفل دي، وانت في ديفاين هتعمل لي ديفاين لحاجة تانية. الاول انا جبت السكاشن كأن حاجة وانا استدعيتها جبتها، بعد كده عايز اعرف بس السكاشن دول سيكشن، يعني هتيجي ديفاين سيكشن بروبرتس فريم سيكشن تمام، وهتدوس اد نيو بروبرتي. في حاجه اسمها اوتو سيلكت ليست، اوتو سيلكت ليست دي بستخدمها لما انا هكون هعمل ديزاين، يعني انا عايز بروجرام هو اللي يعمل لي ديزاين، فانا هقول له الاوتو سيلكت ليست دي السكاشن اللي انا جبتها واعمل لها اد، وهسمي السكشن ده مثلا هسميه اوتو مثلا سيلكت تمام. بعد ما سميت السكشن ده اوت سيلكت هدوس اوكي، فانا سميتها اوت سيلكت، بعد كده هدوس اوكي تمام. تعالى بقى نحط نعرف السكشن نفسها، معلش ثانية انه هنك كده، هاجي هنا كويك درو فريم، تتأكد ان هنا لا انا عايز بقى الاوتو سيلكت اللي انا كنت عاملها. فين بقى الاوتو سيلكت؟ اهي نوع سكشن انا سميته اوتو سيلكت تمام. وهتبتدي تعلم لي بقى على ايه، عايز اعمل فريم، فانا اخترت كويك درو بحيث ان انا ارسمه مي كده على طول بالحاجة بالمنظر ده تمام. بعد ما رسمت الفريم بعد كده عايز احط السبورت، علم لي على اول واحدة دي، هي دي كانت فيكسد في السؤال اهو، اول سبورت ده فيكسد والباقي 3 هنجز، هتعلم عليها assign joint restraints واختار fixed، بعد كده التلاتة دول hinges assign joint restraints واختار لي hinges كده تمام. كده انت رسمت ايه الفريم. بعد ما رسمت الفريم محتاج ان انا احط اللودز اللي جاي عليه. طب تعالى نشوف ايه اللودز. بص مبدئيا هنا وبيقول لك ان عندك ديد لود وعندك لايف لود، والديد لود هنا مثلا ب 32 وهنا ب 12. خلاص انا عرفت ان عندي نوعين من اللود، هاجي ديفاين لود باترنز وخلي لي الديد السيلف ويت مالتبلاير بتاعه بزيرو، ودوس موديفاي ولايف لود والتايب بتاعه لايف واد نيو لود باترن وادوس اوكي. تعال نعمل لهم اساين، هتعلم على دول اساين فريم لودز ديستريبيوتد، وده نوعه ديد وكانت قيمته ب 32 تمام. وريبليس او اد ما يفرقش معايا، ده اول لود احطه وادوس اوكي تمام. كده حطيت اللود اللي هو ديستريبيوتد اللي هو الديد اللي ابو 32، باقي لايف لود ب 12 تمام. نفس الكلام assign فريم لود ديستريبيوتد وده نوعه لايف لود وقيمته ب 12، ريبليس او اد ما يفرقش معاك، تخليها ريبليس ان ده نوع لود جديد، الاولاني كان نوع ديد ده نوع لايف، فلما لو سبتها كده مش هو مفيش لود اوريدي لايف لود، يعني انا مش حاطط لايف لود غير ده على الكاميرا، ده اول لايف لود احطه، فمش هعمل ريبليس لحاجه، فخليها ريبليس او اد الاثنين ما يفرقوش. لكن لو انا كان عندي لود لايف لود قبل ده حطه ما ينفعش اخليها ريبليس، لازم اخليها اد وهندوس اوكي
تمام كده، حط لي اللودز. هتيجي تعرف اللود، اللودز اللي فوق بنفس الطريقة. تعال نبص على الفاليو بتاعتها، الديد ب 38 واللايف ب 6. assign frame load distributed وتخليها ديد، والديد ب 38. اوكي، و assign frame load distributed وتجيب اللايف لود تخليه ب 6. تمام، وما يفرقش معاك ريبليس نفس اللي انا شرحته. تمام كده انت حطيت كل ايه اللودز اللي عندك. لا استيل لسه باقي في لودز تانية، اللودز اللي عند الجوينتس. تمام، مبدئيا انت عشان في كونسبت انا شرحته قبل كده، مش عارف الناس فاكره ولا لسه. بص دلوقتي انت عشان تحط لود عند الجوينت، انا قلت لك قبل كده ان انت عندك حاجه اسمها كوردينتس، وقلت لك ان انت عندك حاجه اسمها جلوبال كوردينتس ولوكال كوردينتس. الجلوبال كوردينتس دي اللي انا بتعامل معاها عادي، اللي هي الاكس والواي والزد اللي انا لسه قايل لك عليهم. تمام، لو تفتكر في اول توتوريال انا قلت لك ان عندك بيم واللود ده ديستريبيوتد، بجيب ام 3 3 لان انت عندك للفريم ده، الفريم ده ليه لوكال كوردينتس. قلت لك ان اللوكال كوردينتس بتاعه ده اتجاه واحد، واللي فوق ده 2، واللي جوه اندبس ده 3. قلت لك ده السبب الرئيسي في ان انا لما باجي بحط المومنت بخليه ام 3 3، ان هو بيلف حوالين الاكس اللي جوه، لان المومنت بيبقى حاجه بالمنظر ده فبيلف حوالين النقطه اللي جوه. ولما بحط الشير 2 2 بحطه شير 2 2 لان ده في اتجاه 2. ودي خلصناها. تمام، انا كده بكلمك عن الفريم ليه لوكال كوردينتس اللي هو 1 و2 و3 اللي قلنا عليها. الجوينتس برضو ليها كوردينتس، يعني الجوينت دي ليها لوكال كوردينتس. تمام، طب تعالى نظهرها هنا. هخلي الفريم كده جايبه 3 دي، واكليك رايت هنا عند علامة الصح وادوس لوكال اكسس. كده ظهر لك اللوكال اكسس بتاعت الجوينتس. بص لو تلاحظ جوينت ليها 1 2 3، ده معنى ايه؟ زي ما قلت قبل كده، ده اهلي زمالك انبي. حلو، تمام، يعني اتجاه 1 كده، اتجاه 2 كده، اتجاه 3 ايه فوق. ماشي، نفس الكلام كده انت عرفت الدايركشنز. يعني انا لو عايز احط اللود اللي هو 8 كيلو نيوتن ده احطه في انهي دايركشن؟ تعالى بص كده، احطه في اتجاه 1 اللي هو الاهلي. انا لو حطيت لود ب 8 في اتجاه 1 هيجي مظبوط. طب خلاص تعالى نجرب نصين الكلام ده ونشوف. هعلم الجوينت كده assign joint load forces، دوت هيبقى نوعه ديد، والكوردينت سيستم بتاعه لوكال، وده في اتجاه 1، فورس دي في اتجاه 1، اتجاه 1 ده ايه اللي هو لوكال اكسس 1، ففورس في اتجاه 1 قيمتها 8. تمام، ما يفرقش معايا ريبليس او اد، ده اول لود احطه وادوس اوكي. بص حط لك اللود اهو ب 8. تمام، طب عايز احط لود عند الجوينت دي اللي هو ابو 16 كيلو نيوتن، بس عايز احطه بطريقة مختلفة. عايز احطه بطريقة ايه؟ عايز احطه بطريقة اللي هي جلوبال. هنعلم على الجوينت دي ونيجي assign joint load forces، وخلي لي دي بدل لوكال خليها جلوبال، تختار الفورس في اتجاه الزد تخليها ب 16. ليه؟ لان ده اهو ده اتجاه الزد، وده اتجاه الاكس، وده اتجاه الزد، وده اتجاه الواي، فمنطقية. فهي الفورس انا عايز احطها كده، فده كده ده في اتجاه الاكس، ونحطها ب 16 وادوس ايه اوكي. جاب لك الفاليو بتاعتها اللي ب 16. تمام، تمام كده انت خلصت تعريف اللودز اللي عندك. لو جيت تركز كده معانا في السؤال كده بيقول لك ايه، هو بيقول لك ان انت هو عايزك تعمل ديزاين يوزنج اليورو كود اسيوم بيم اند كولم سيكشن ار اي بي اي، وعايز اليورو كود هو اللي يعمل الديزاين. هتعمل الخطوة دي بقى ازاي؟ هقول لك بقى معايا. مثلا خلينا كده في الاكس زد فيو. تمام، هتيجي هنا عند ديزاين، هتختار ستيل فريم ديزاين. اول حاجه تختار فيو او ريفايز بريفرنسز، تختار لي من هنا نوع الكود اللي انت عايزه اعمل بيه ديزاين. انا عايز اعمل ديزاين بيه باليورو كود. تمام، اخترت يورو بتاعت سنه 93 مثلا، ممكن يختار منك يطلب منك يورو بتاع 2005، ده برضو موجوده. هختار مثلا يورو ايه سنه 93 وادوس اوكي. حلو،
بعد كده تيجي ديزاين، ستيل فريم ديزاين، تمام. بعد كده سيلكت ديزاين جروبس، تمام. في حاجة اسمها هتلاقي ليست اوف جروبز، ايه جروبز اللي موجودة عندك؟ لا دي حاليا انا مش هحتاجها. بص انت خليك ديزاين، ستيل فريم ديزاين، فانت ما هتقول ديزاين وستيل فريم ديزاين. في حاجة اسمها سيلكت ديزاين كومبو، ايه هي الكومبو اللي انت هو عايز الديزاين ده يعمله نتيجة ايه؟ هنفترض مثلا ان هو مديك في السؤال بيقول لك اعمل لي ديزاين يورو كود نتيجة اللود كومباينيشن اللي هي 1.4 ديد زائد 1.6 لايف. هتيجي هنا تعمل ديفاين لود كومباينيشن اد نيو كومبو، ودي تختارها التيمت، تمام. الديد لود قلت لك هتخليه هتاخد 1.4 ديد وتدوس اد، وتاخد 1.6 لايف وتدوس اد. كده انت حددت ايه الكومبو اللي عندك ودوس اوكي. تعال هنا في ديزاين ستيل فريم ديزاين سيلكت ديزاين كومبوز، هتلاقي التيمت، دوس اد ودوس اوكي، تمام. كده اخر خطوه انا عايز اعمل ران عشان يديني السكاشن. هتتعلم على علامه الران وتلاقي موديل دونت ران كيس ودوس ران ناو. وليكن مثلا هسيفه في نيو فولدر، نيو فولدر 3 مثلا، واخليه اسميه فول فايل اسمه 3 مثلا، اي حاجة كده. عمل لك ران واداك المومنتس اللي موجود عندك. يهمك بص في الفريم، انا يهمني ان انت تبقى عارف بس شكل المومنت، يعني ده كده شكله منطقي، المومنتس دي شكلها طبيعي، فاهمني؟ يعني تبقى عارف مثلا مومنت في النص لازم كده يبقى نازل لتحت، المومنت عند ال المومنتس عند السبورتس بنيجاتيف فاليو بالمنظر ده، تمام. انا كده ستيل ما جبتش ديزاين، هو بيقول لك عايز اليورو كود ولا يطلع لك سكيشن. هتيجي تعمل ايه بقى؟ تختار لي ديزاين وستيل فريم ديزاين، وتختار حاجه اسمها ستارت ديزاين اند تشيك اوف ستراكشر. بص شايف هو فضل يعلم على السكيشن كده، عمل لي ديزاين. عمل ديزاين ازاي؟ اختار لك، قال لك ده اي بي 330، ده سيكشن اي بي 4000، ده اي بي 300، ده اي بي 270 كده. صمم لي السكاش، تمام. ممكن يطلب منك انا عايز اعرف كل سيكشن شغال بنسبة قد ايه، شغال بنسبة قد ايه، يعني انا بستخدم كام في الافشنسي بتاعته قد ايه، بستخدم كام في المية منه، هل الديزاين ده ايكونوميك ولا ويست. هتيجي عند ديزاين وستيل فريم ديزاين وتدوس ديسبلاي ديزاين انفو، وتظهر حاجه اسمها بي داش ام ريشيو، وتدوس اوكي كده. وبيقول لك ايه؟ بيقول لك ان السكشن ده انا بستخدمه بنسبه 0.92، يعني انا بستخدم 92% من الكباستي بتاع السكشن ده، وهنا بستخدم 88 من الكباستي بتاع ده، 94% من الكباستي بتاع ده، 70% من الكباستي بتاع ده، تمام. لو الفاليو بتاعت استخدامه اللي هو الكباستي بتاعه، يعني لو دي مثلا كانت 1.2، ده معناه ان انا بستخدم 102 من الكباستي بتاعته، ده معناه ان هو ايه، السكشن ده انسيف، المفروض ان انا اغير، تمام. سو غالبا هيطلعوا معاك سيف، تمام. كده انت عرفت كل سكشن انا بستخدمه بنسبة قد ايه. حلو جدا كده، انت يعتبر خلصت الديزاين اللي هو ايه التاسك دي المطلوبة منك، تمام. بعد كده لما تفتح السؤال بيقول لك اند كرييت ا ريبورت اوف موديل، هتكرييت الريبورت ده ازاي؟ كل اللي انت هتعمله تقول فايل كرييت ريبورت، هيطلب منك مكان تسيبه فيه، انا هسميه مثلا ريبورت 5 وادوس اوكي. كل اللي هو هيعمله هيلود كده وبيعمل الريبورت ريدنج ستايل شيت، تمام كده. وعمل لي ايه؟ عمل لي ريبورت. الريبورت ده فيه اول حاجه تيبل اوف كونتنتس، ليست اوف فيجر، ليست اوف تيبلز، الموديل جيومتري شكل الموديل، الجوينت كوردينتس، الانمنت كونكتيفيتي، جوينت ريسترينز اللي انت عرفتها، في كل حاجه، السكشن بروبرتيز، الفريمز،
في كل التفاصيل، الماتيريالز اللي انت دخلتها، اللود كيسز اللي هو الديد واللايف لود وكل حاجة، كل التفاصيل اللي انت دخلتها، حتى السكاشن اللي انا عرفتها له في الاخر هتلاقيها موجودة. تمام كده انت خلصت. اخر حاجة موجودة في التاسك دي بيقول لك export columns element forces and beams element forces to excel. تمام، حتة الاكسبورت تو اكسل دي انا هقولها لك هنا وهشرحها بالتفصيل مع مع الفيديو الجاي اللي هو بتاع التراس. انت هتدوس ديسبلاي شو تيبلز، تمام، اناليسز اوتبوت، هتختار الاليمنت اوتبوت، بعد كده فريم اوتبوت، بعد كده تختار اليمنت فريم اليمنت فورسز فريمز. هنا في السلكت لود باترنز هو بيقول لك عايزه نتيجة الديد واللايف. لا انا مش عايزه ولا نتيجة الديد ولا عايزه نتيجة اللايف. ليه؟ لان انا عامل لود كومباينيشن، هقول سيلكت لود كومبو، وانا اخترت اللود كومباينيشن اللي هي الالتيميت اللي هي كان فيها 1.4 ديد زائد 1.6 اللايف، وادوس اوكي، وادوس اوكي للكلام ده، هيطلع لك ادي فريم تكست. ده فريم رقم واحد. عند الستيشن، عند ستيشن زيرو في اول الفريم، بعد 1.5 متر من الفريم، بعد 3 متر من الفريم، هو الفريم ده طوله 3 متر. نتيجة الالتيميت كيس جاب لك البي ده الاكسيال لود، الفي ده الشير، وجاب لك كل التفاصيل عنه، ام 3 3 ده المومنت وتغيره في السكشن، وكل حاجة موجودة عنه. ونفس الكلام ده لبقية الاليمنتس. ده الايه ده اخر حاجة مطلوبة منك. تمام، الفريم تكست ده هو كل فريم هنا ليه اسم، يعني فريم تكست واحد ده فريم تكست واحد واحد واحد، ده معناه انه فريم تكست واحد. عايز افرض ان انا مثلا عايز اجيبه هنا، لو دوست على علامة الصح دي واخترت لي فريمز وعلمت على ليبلز ودوست اوكي، بص ده فريم واحد، ده فريم اتنين، ده فريم تلاتة، ده فريم اربعة، ده فريم خمسة، ده فريم ستة، ونكمل. تمام، فريم واحد ده لو جيت تشوف مسافته، بص هتلاقي الهايت بتاعه، هتلاقي مكتوب هنا تحت 3 متر، شايف 3 متر. فهو عمل ايه؟ هو جاب لك الفريم عند نقطة صفر، وبعد متر ونص في نص الفريم قرا لك المومنت والشي، قرا لك المومنت والشير والنورمال في نص الفريم وفي اخر الفريم. ده اللي عمله معاك في التيبل لما دوست ديسبلاي شو تيبل. تمام، ودوست هنا دي خليتها كلير، واخترت هنا اللود كيس الالتيميت، ودوست اوكي اهو. ده مثلا فريم واحد، شايف جاب لك 3 حاجات. حد يسألني هو ليه هنا عمل سيلكت لفريم واحد بس مش جايب بقية الحاجات، ليه؟ اللي بص ان انا عامل سيلكت لفريم واحد، عايز اجيب كل الداتا، مش هعمل سيلكت الحاجة كده، وادوس ديسبلاي شو تيبلز، واللود كيس دي خليها لي كلير، وادوس اوكي، وسيلكت اللود كيس خلوه نتيجة الالتيميت، وادوس اوكي. جاب لك تيبل للجدول كله، ده فريم واحد وده فريم اتنين، وقلت لك عند مسافة ستيشن، يعني عند حسب عند الصفر، وبعد 1.5 من فريم، يعني في نص الفريم، وعند 3 متر في آخر الفريم، وعمل الكلام ده لكل الفريمز اللي موجودة عندك اللي هم 14 واحد. تمام، وده كده انا كده خلصت الشرح الفريم.